سنرجع يوما إلى حي ونغرق في دافئة المنى. سنرجع مهما. ونؤكد على نقطة أخرى أيها السادة، الوطن ليس لمن يسكن فيه وليس لمن يحمل جواز سفره أو جنسيته، الوطن هو لمن يدافع عنه ويحميه. والشعب الذي لا يدافع عن وطنه لا وطن له ولا يستحق أن يكون له وطن. سنرجع يوما إلى حينا. يبدو أن من هجرته الحرب في سوريا لن يرددها ثانية بعدما صدر القانون رقم 10 الذي قد يحرمهم من العودة إلى بيوتهم. بعد سنوات من الحرب أنهك خلالها النظام السوري مناطق معارضة خرجت عن سيطرته حصاراً وقصفاً وقتلاً، استطاع أخيراً إخضاع خصومه وإرغامهم على توقيع تسويات أفضت إلى تفريغ مدن وقرى بأكملها من سكانها ونقلهم إلى مناطق متفرقة داخل البلاد وخارجها. بدأت الحكاية مع حي باب عمرو في حمص، وهو أول الأحياء التي شهدت صداماً مسلحاً في العام 2012، وحوصر أهله لأكثر من 25 يوماً ليخرجوا في النهاية بعد أن دمرت منازلهم في شباط 2012، لتتلوه الأحياء الحمصية واحداً تلو الآخر، كان آخرها حي الوعر في العام 2017. في ريف دمشق الغربي أنهى النظام 5 سنوات من حصار مدينة دارية باتفاق تسوية قضى بتفريغ المدينة بشكل كامل وتهجير أهلها إلى إدلب في آب 2016. معركة حلب كانت من المراحل الفاصلة في الصراع بين النظام والمعارضة، فبعد حصار مصحوب بقصف مكثف على الأحياء الشرقية لأكثر من 4 سنوات توصل الطرفان إلى تسوية، أفرغت الأحياء من سكانها نهاية عام 2016. تلتها بلدات في ريف دمشق الغربي مثل مضايا والزبداني والفيجة. مطلع شباط 2018 شنت قوات الأسد حملة قصف مكثفة على الغوطة الشرقية لدمشق بعد حصار دام سنوات، انتهى في آذار باستسلام المعارضة وخروج أهالي الغوطة باتجاه إدلب وريف حلب الشمالي. بالتزامن مع تسليم الغوطة وإخلائها من سكانها، أصدر بشار الأسد في 2 نيسان 2018 القانون رقم 10 القاضي بجواز إحداث مناطق تنظيمية ضمن المخطط التنظيمي للوحدات الإدارية في سوريا، الذي أثار انتقادات وتخوفات بين السوريين خاصة الذين هجرتهم الحرب. وبموجب هذا القانون لم يخسر السوريون منازلهم التي غادروها مكرهين فحسب، بل قد يخسرون أحلامهم بالعودة إليها يوما. فقد وجد فيه رجال قانون مخاوف حقيقية على حقوق المواطنين المهجرين في ملكية عقاراتهم وأراضيهم، بالإضافة إلى سلبياته الهندسية. فرغم أنه لم يكن أول القوانين والمراسيم التي سنت خلال سنوات الحرب فيما يتعلق بتنظيم الوحدات الإدارية، إلا أنه اختلف عما سبقه في عدة مواد. قانون 10 يختلف عن 66 في مسألة جدا مهمة. المرسوم 66، مرسوم تشريع 66، كان مرسوم موضعي، يعني بمعنى أنه يخص منطقتين عقاريتين فقط. هذا القانون قانون عام، قانون عام ومطلق، وردت فيه عبارات عامة تحتمل التأويل بشكل جدا كبير. أعطى القانون رقم 10 مهلة شهر واحد لصاحب الملكية العقارية لإثبات ملكيته. هذه المدة قد تبدو منطقية لمن يعيش على مقربة من أملاكه داخل سوريا في مناطق سيطرة النظام، لكنها غير مقبولة لمن يعيشون في الخارج، حتى وإن منح القانون الحق للأقارب حتى الدرجة الرابعة بإثبات الملكية، فقد يشكل إبراز القرابة من المالكين المهجرين أو المعارضين مخاطرة أمنية لا يؤمن جانب النظام حيالها.
ربما مطلوب، ربما سيكون هناك معوقات أخرى يعني من استدعاءات أمنية وغيرها، وربما حتى من موضوع الصعوبات اللوجستية اللي عم يعاني منها السوريين أصلا بالقنصليات والسفارات في تنظيم الوكالة. يعني الوكالة اليوم تروح على القنصلية بده يحيلوها لسوريا لتأخذ موافقة من 17 فرع أمني لبعدين يتم تنظيم الوكالة، وهذا بيكون فوت المدة القانونية اللي عم يحكي عليها هاي المراسيم أو هاي القوانين. قانون رقم 10 هذا اللي طالعه النظام هو عبارة عن أي شخص بيملك أو وارثان شيء من أهله وما بيملك بيت أو أرض أو أي عقار وما عنده أوراق بهالشيء بده ياخده ويصير ملك للحكومة. بعد التهجير القسري اللي جرى لهم بتواطؤ من الأمم المتحدة وروسيا وللأسف الدول العربية والإسلامية كلها، هذا استكمال للقوانين السابقة. إنه اللي ما بيجي لعند أرضه راح تروح أرضه، واللي ما بيجي بيثبت مسجد راح هو بيعرف ما حد راح يجي لعنده. مشان هيك هذا اسلوب لحتى يصدر هذا الاراضي. سمعت بالقانون رقم 10؟ لا والله لسه. لا عدمني. لا والله. لا. لا. ابدا. والله ما بعرف شيء. سمعت بالقانون رقم 10؟ سمعنا فيه. شو هو؟ قانون رقم 10 انه الاستثمار الخارجي. ويتحول مالك العقار بموجب القانون رقم 10 إلى مالك على الشيوع لأسهم تنظيمية تضعه أمام خيارات أحلاها مر، فإما أن ينضم لأحد المقاسم مع شركاء آخرين بحسب حصته التنظيمية، أو يبيعها بيعاً رضائياً، أو تباع بالمزاد العلني. رغم أن المعارضين يتمسكون بعدم شرعية النظام الذي أصدر هذه القوانين، إلا أن المجتمع الدولي لا يزال يعتبره الممثل الشرعي للشعب السوري، ولا يزال يشغل المقعد السوري في الأمم المتحدة حتى الآن. ويبقى السؤال، كيف يستطيع السوريون حماية ما تبقى من حقوقهم في البلاد؟ وهل من سبيل إلى إلغاء آثار القوانين والمراسيم التي ولدتها الحرب؟ أم أن السوري حقاً لن يرجع يوماً إلى حيه؟